مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وبرنامج مساحه للراي. يعتبر تغير المناخ خطر يهدد العالم اذا ما تشهد وتيره التداعيات السلبيه والظواهر المناخيه المتطرفه التي يقف ورائها تغير المناخ تسارعا متزايدا عاما بعد الاخر، كما تشير ايضا بعض الدراسات الى ان الاقتصاد العالمي يتكبد خسائر بقيمه 38 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2049 بسبب تغير المناخ، حيث يتلف الطقس المتطرف المحاصيل الزراعيه وايضا يضر بانتاجيه العماله وايضا يضر بالبنيه التحتيه. وقد أكدت الدراسات أن تغير المناخ يسبب أضراراً اقتصادية هائلة خلال 25 عاماً المقبلة في جميع البلدان تقريباً، لذا يتعين علينا خفض انبعاثاتنا بشكل كبير وفوري، وإذا لم يحدث ذلك فإن الخسائر الاقتصادية ستتفاقم في الفترات المقبلة وعفواً في النصف الثاني من القرن. ويرى بعض المتخصصين أن انبعاثات الغازات الدفينة التي أحدثها الإنسان أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة في العالم بنحو 1.1 درجة مئوية في المتوسط منذ عصور ما قبل التاريخ، وأيضا منذ عصور ما قبل الثورة الصناعية. لذا أن يسبب ظواهر جوية متطرفة بلغت تكلفتها حوالي 7 تريليون دولار خلال 30 عاما الماضية. كل هذا سيكون محور حلقة اليوم من مساحة للرأي مع الدكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة بجامعة عين شمس. أهلا بك دكتور. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. لكن اسمح لي نتوقف قليلا ونخرج نتابع هذا التقرير ونرجع نبدأ حوارنا مع حضرتك، ولكن بعد التقرير. أصبحت قضية التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة أكثر إلحاحا عن ذي قبل، ليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فحسب، بل تخطته إلى المستوى العالمي، حيث تتعرض كثير من دول العالم في الوقت الحالي لارتفاعات في درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه، وموجات من الجفاف والفيضانات، ووقوع كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين والأعاصير وغيرها، والتي أودت بحياة الكثيرين من البشر، إضافة لتسببها في حدوث خسائر مادية كبيرة على مستوى العالم. ويؤكد المراقبون أن التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية تعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وشغلت مساحات واسعة من النقاش خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويضيف المراقبون أن خسائر الاقتصاد العالمي من المتغيرات المناخية تبلغ 16 مليون دولار في الساعة، وهو ما يصل إلى نحو 150 مليار دولار سنويا، لافتين إلى أهمية تكامل وتكثيف الجهود من مختلف دول العالم والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية لزيادة موازنات معالجة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية. كما أكدت إحدى الدراسات الحديثة بمعهد بوتسدام أن التغيرات المناخية قد تتسبب في خسائر سنوية للاقتصاد العالمي تقدر بنحو 38 تريليون دولار حتى عام 2049. وسلطت الدراسة الضوء في الوقت ذاته على التأثيرات الاقتصادية للمناخ خلال السنوات الأربعين الماضية في نحو 1600 منطقة حول العالم. كما توصلت الدراسة إلى أن دخل الفرد في مختلف أنحاء العالم سيتراجع بنسبة 19% خلال 26 عاما المقبلة بسبب مستوى الانبعاثات الحرارية المستمرة، والتي قد تتسبب في رفع درجة حرارة الكوكب بشكل لا يطاق. فهل ستكون هناك مساعي جادة وحثيثة من جانب المجتمع الدولي لاعتماد تغييرات جذرية للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وذلك بهدف الحفاظ على مستقبل البشرية من الدمار؟ هذا ما سوف تجيب عنه الأيام القادمة. رجعنا لكم مرة ثانية ومشاهدينا، وما زلنا معاكم مساحة للرأي. برحب بضيفي دكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة جامعة عين شمس. برحب بحضرتك دكتور معانا، وأهلا بك. أهلا بك.
في البداية يعني أعتقد أن السؤال ده كل منا بيسأله بداخل ذاته أو بداخل نفسه. يعني ما قبل 2019 كنا بنشعر بتعاقب فصول السنة، ولكن ما بعد 2019 أو بداية من 2019 أصبحنا نشعر أن جميع الفصول تتشابه في درجة الحرارة، في تقلبات الجو من حيث الرياح، من حيث الهواء، من حيث البرودة، من حيث الحرارة. أصبحنا نشعر ان ممكن يكون في فصل واحد من فصول السنه فيها نفس الاعراض اللي بنشعر بيها في كل فصول العام. عايز اتكلم على السبب الرئيسي للتغير المناخي اللي حدث منذ عام 2019. طيب هاخد الساده المشاهدين واخد سيادتك معايا كده اهو للكره الارضيه. الكره الارضيه بيحيط بيها غلاف جوي كويس، اللي هي طبقه الاتموسفير اللي انا بتكلم عليها. طبقة الأتموسفير ربنا خلقها بحيث أن يبقى فيها مجموعة من الغازات، هذه الغازات حوالي 6 غازات بالإضافة إلى بخار المية، دي تسمح للحرارة وللضوء من الشمس أنه يعدي لغاية ما يوصل للأرض وتاخد الأرض منه اللي بتاخده، والزيادة بيترد في نهاية اليوم على شكل موجات حرارية بنسميها اللي هي فوق حمراء أو الإنفراريد، مفروض ان غالبيتها بتطلع من خلال هذه الغازات ومن خلال طبقه الاتموسفير. ايه اللي حصل معايا في الفتره اللي فاتت وخصوصا من سنه 1750 بعد الثوره الصناعيه؟ كويس، بس اللي انت بتبتدي تحس بيه ده يعني بدايه التسعينات زي سنتك ما اشرت اليها. هو نتائج لما للمسببات اللي سببت لهذا الموضوع. المسببات بتاعت الثوره الصناعيه. نعم. ايه اللي كان بيحصل في الطبيعه؟ الغازات اللي ربنا حاططها دي كانت بتحبس جزء من الحرارة الدفيئة المرتدة بحيث ان درجة حرارة الارض تبقى في المتوسط 15 درجة. 15 درجة دي زي ما دايما بنقول تقيم صلب الحياة، يعني تخلي النبات يعيش، تخلي الحيوان يعيش، تخلي الانسان يعيش. طب لو زادت عن كده دخلنا في الاحترار، ولو قلت عن كده دخلنا بقى في البرودة والتجمد وقصص كبيرة. ده جزء من الدرجة اللي أنا بتكلم عليه. فإذا 15 بالنسبة لنا اللي العلماء سجلوها هي دي البطانية بتاعت الأرض اللي بتحمي الأرض. إيه اللي حصل؟ ثورة صناعية، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، غاز ميثان، نيتروز وخلافه، ابتدت الكثافة والسمك بتاع هذه الطبقة يزيد. تيجي الإنفراريد أو الإشعة فوق حمراء الحرارية تعدي تتحبس. خلاصة الكلام زودت درجة الحرارة زي سيادتك ما أشرت في بداية التقارير 1.1 لغاية النهاردة. نعم. بقت 16.1. ممكن يتبادر للذهن إيه يعني 16.1 درجة؟ ده ما بين النهار والليل حتى في أيامنا اللي إحنا موجودين فيها وداخلين على الصيف أهو قريب من الصيف في حوالي 10 درجات بنلاقيها فرقة. أنا بتكلم على درجة الحرارة اللي بتقيم صلب الحياة. مش درجة حرارة الجو. نعم. درجة الحرارة اللي بتقيم صلب الحياة. وبالتالي بنجد عندنا هنا أهو إن أما البطانية ابتدت الكثافة بتاعتها تزيد وابتدت تعمل صوبة، أصبح عندي المشكلة اللي سيادتك أشرت إليها اللي سميناها الصوبة الزجاجية أو الحرارية أو تغير المناخ. نعم. طيب تغير المناخ عمل لي ايه؟ عمل لي تطرف كبير في الظواهر الطبيعيه وخاصه المناخيه. فابتدت فصول السنه المتعارف عليها تتغير بشكل كبير، فاصبح عندي شتاء البرد فيه موجود بس عدد ايامه قلت، والبرد فيه بقى شديد جدا 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 في عدد الايام القليله. طب والحاره طول، موجات الحر طولت في المقابل على طول وبقت ماسكه في بعضها. احنا شفنا السنه اللي فاتت في يوليو وفي اغسطس درجه الحراره خدت يوليو وخدت اغسطس في العالم كله. صحيح. اتكو. صحيح. الامين العام كان بيقول ايه؟ الكوكب يحترق. الكوكب يحترق. في خسائر كمان بتؤدي لخسائر عديده جدا في كافه المجالات. فدخلنا بقى هنا اهو في التطرف اللي موجود، غير فصول السنه كلها، ادي واحده. ما بقيناش عارفين بدايات ونهايات كل فصل نقدر نحدده زي ما كان زمان واحنا صغيرين كده بنشوف كده الاربع فصول، هم الاربع فصول من بدايتهم الى نهايتهم كانوا واضحين بالمعالم بتاعتهم وزي ما كنا بناخدهم في الكتب بتاعتنا. النهارده كل الظروف دي اتغيرت بسبب التطرف، بسبب التغيرات المناخيه. السؤال الثاني ده
مجدوده ايه؟ انا حضرتك يمكن لفت النظر لي عند درجه حراره اعتقد 16 16.1 من عشرة دلوقتي، يعني الدرجه دي هي اللي ممكن تعمل كل التغيرات اللي احنا بنعيشها في الوقت الحالي او العالم بيعيشها في الوقت الحالي، هي الدرجه دي ولا ممكن تبقى اكتر او اقل ممكن يحدث من وراءها ذلك؟ لك ان تتخيلوا للساده المشاهدين انهم يتخيلوا يمكن ان العالم من شويه كده 19 دي احنا ممكن ننظر ليها ما فرق ما بين الليل والنهار. انا بتكلم متوسط درجه حراره سطح الارض. نعم كويس، مش الجو، مش الهواء اللي احنا بنتكلم عليه. تمام. ولا الميه. تمام. ولا كلام من ده الفرق اللي احنا بنتكلم عليه. وبالتالي انا ما باجي اتكلم هنا هو اقول ان درجات الحراره في التطرف بتاعتها اللي ابتدت تطلع العالم كله النهارده وكل الدول ال 197 دوله والامم المتحده عاملين يعملوا مؤتمرات اطرافه متواليه، كان واحد منهم موجود عندنا اللي هو كاب 27 وكاب 28 كاب في دبي وكاب 29 هيجي في اذربيجان. لسه نتحدث عن المؤتمرات. الدنيا دي هتيجي شغاله. فانا بتكلم اذا كان عندنا حوالي 28 عدوا و 29 جاي، كل ده كان عشان يعملوا ايه؟ يحافظوا على درجة الحرارة. تخيلي سيادتك بقى ما تزيدش عن درجة ونص، ما تبقاش أكتر من 16 درجة ونص. لو أكتر من كده التمانية وشوية مليار اللي احنا بنتكلم عليهم دول لا هيلاقوا ياكلوا ولا يشربوا ولا يعيشوا، وبالتالي هنوصل للمليار الذهبي اللي احنا بنتكلم عليه. هل هيؤدي إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة؟ هيؤدي إلى يعني نتائج سلبية تنعكس على المواطن، منها طبعا هجرة المواطن، الأمراض المنتشرة بشكل كبير جدا وأصبحت منتشرة بشكل أسرع، المجاعات، الهجرة من مكان لآخر. هل هذه نتائج سلبية ممكن تنتج عن الارتفاع أو التغير أو الدرجة بعد لفت الأنظار ليها؟ مع ارتفاع درجات الحرارة سيادتك هاخد جزئية جزئية من الحاجات اللي أشرت إليها. تأثيره مثلا على الزراعة على سبيل المثال، إيه اللي حصل؟ بنجد ان المحاصيل الزراعيه وخاصه ما يتعلق بالحبوبه زي القمح زي الذره والشعير وخلافه قل الانتاجيه بتاعتها 20%، الانتاجيه بتاعتها 20% على مستوى العالم. طب اذا كنا بنتكلم على انتاجيه عماله تقل، ايه اللي هيحصل؟ هتؤدي الى مجاعات. صحيح. طيب هتؤدي الى سوء تغذيه. مين اللي هيتضرر بيها بشكل كبير؟ كبار السن، الاطفال، المرأة، الفقير على رأسهم، والدول النامية طبعا هي الأساس لأنها الحالة بتاعتها كلها متضررة بسبب شح الموارد المالية بشكل كبير جدا جدا. نعم. جدا فيها. طيب دي جزئية هنا هو احنا بس احنا بنتكلم على طيب لو حصلت المجاعات اللي موجودة هجرة داخلية ممكن تحصل، ممكن تحصل هجرة داخلية يتحركوا من مكان إلى مكان. على سبيل المثال لو انا الارض ما بقتش تطلع انتاج عندي هنا اهو، فحتى اللي بيشتغلوا في عمليه الرعي ابتدوا يتحركوا من مكان الى مكان بالماشيه بتاعتهم، ودي في غالبيه افريقيا لان ان في صراعات ما بين القبائل وبعضها البعض بسبب ايه؟ بسبب بقى مش هجره جوه البلد، ده هجره على الحدود من دوله الى دوله عشان المراعي اللي للماشيه والارنام اللي موجوده عندهم يقدروا ايه يلاقوا لها اكل اللي احنا بنتكلم عليها. موارد المائيه على سبيل المثال ممكن معايا في بعض المناطق حزام الامطار يزيد ومناطق تانية ما يبقاش فيه حزام امطار معتاد موجود فتتحول الى الجفاف والتصحر، فاصبحت عندي مشكله التصحر تتفاقم، اصبحت ممكن تتفاقم. دي جزئية كبيرة هتؤثر على ايه؟ هتأثر على الحياة ككل وكل الموجودين فيها. طب نعم. تعالى نطلع بقى على احنا بنتكلم ان هو المية اللازمة للشربة اذا ما كانتش هتنزل هنا هو لان البني ادم بيعتمد على تساقط الامطار اللي بتعمل له الانهار اللي بياخد منها المية العذبة. طب اذا ما كانت الانهار دي فيها شحة هتكون النتيجة بتاعتها ايه؟ تفاقم ازمات كبيرة جدا بالنسبة لحياة الإنسان. هنا ده أنا بتكلم عليه. طيب بيزيد من العملية دي اللي موجودة معايا إن ناقلات الأمراض اللي سيادتك أشرت إليها متفضلة على أمراض ومجاعات عديدة جدا. أنا كان في مناطق عندي فيها بعض ناقلات الأمراض اللي بتتميز بالحرارة عايشة في درجة حرارة عالية. النهاردة بقت البلاد غالبيتها كلها
حرارة فيها مرتفعة فابتدت نعم تسحب معنا. نعم. طب هل كل هذه التغيرات والنتائج السلبية يعني الإنسان أو اليد البشرية أو الأيدي العاملة لها دور في هذا التغير أو هذه النتائج السلبية؟ لكن هنجيب على هذا السؤال، اسمح لنا نخرج نتابع تقرير ونرجع نجيب على هذا السؤال ونستكمل مساحة للرأي ولكن بعد التقرير. الكاتب الصحفي عبد الحليم سالم يحذر في اليوم السابع من خطورة ظاهرة التغيرات المناخية، وشدد على أن مواجهة تلك الظاهرة والبحث عن حلول لها لم تعد طرفا أو رفاهية، بل أصبحت مسألة مصير وضرورة حياة، وباتت الدول الصناعية الكبرى أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية مطالبة بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه البيئة العالمية، لكونها المتسببة في حوالي 80% من غازات الاحتباس الحراري. أما الدكتور علي قطب أستاذ المناخ فيقول في الأهرام إن التنوع المناخي بكل ما يحيط بنا من بيئة وزراعية تؤثر على صحة الإنسان، موضحا أن المناخ هو الحياة وله عدة عناصر وظواهر جوية تؤثر على الإنسان وحياته ككل على الكرة الأرضية، وهذا التأثير ليس بكمية الأكسجين التي نتنفسها أو ثاني أكسيد الكربون الذي ينطلق من استخدام الوقود الأحفوري. في حين كتبت صحيفة العرب العلماء يحذرون من أن تغير المناخ يتسارع بمعدل غير مسبوق مما يسبب مجموعة متنوعة من المخاطر واضطرابات كبيرة في حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، ولا يقتصر الأمر على أن دول الخليج ليست استثناء من هذا الواقع العالمي الجديد، بل إن ظروفها المناخية القاسية بالفعل على وشك أن تصبح أسوأ بسرعة. وأخيرا كتبت إندبندت عربية إن هناك بعض العوامل مثل تغير المناخ والتقلب الطبيعي وتغيرات في استخدام الأراضي والتلوث يتسبب اجتماع هذه العوامل في ارتفاع درجات الحرارة حول العالم، وهذا له عدد من الأثار السلبية بما في ذلك الظواهر المناخية الأكثر تطرفا وارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات في الحياة النباتية والحيوانية. رجعنا لكم مره ثانيه ومشاهدينا ولازلنا معاكم ومساحه لرأي. اسمحوا لي ارحب بضيفي مره ثانيه دكتور وحيد امام استاذ علوم البيئه جامعه عين شمس. برحب بك دكتور مره ثانيه. اهلا بك يا استاذه محمد. كنا قبل ما نتابع هذا التقرير كنت بسال حضرتك هل الانسان له دور في مسببات هذا الموضوع التغير المناخي وما يعني ينتج عنه من خلال يعني سلبيات عديده جدا واضرار عديده جدا زي ما نوهنا عنها، المجاعات، الامراض، الهجره، الحر او البرد الشديد والحر الشديد يعني، ولسه في مسببات اعتقد عديده جدا. بشكل عام هو في سببين اساسيين للتغيرات المناخيه، للانبعاثات بتاعت الغازات اللي موجوده. في اسباب طبيعيه وفي اسباب بفعل الانسان. الاسباب الطبيعيه بتبقى ناتجه من حرق الغابات ممكن بشكل طبيعي من البراكين اللي بتبقى والتفاعل الثورات بتاعتها، ودي بيطلع منها مجموعة من الغازات بتسبب جزء من التغيرات المناخية. الغالبية بقى اللي احنا بنتكلم عليها والمؤثرة بشكل كبير هي الأنشطة البشرية، وعشان كده احنا بنتكلم من أول الثورة الصناعية، أما نقول من 1750 موجود معانا. الفترة دي كلها العلماء سجلوا إن مع الارتفاع الظاهر المسجل في المقاييس بتاعتهم وجدوا ان كل ما ثاني اكسيد الكربون وكل الغازات اللي بيتكلموا عليها المكافاه لثاني اكسيد الكربون ما بتزيد كل الحراره ما بتزيد. يعني اذا كان الارتباط الطردي اللي موجود معاهم هنا اهو احنا وصلنا للقمه زي ما بنقول دلوقتي. يعني انا عندي حوالي اكتر من 47 جيجا طن ثاني اكسيد الكربون مكافئ من مجموعه الغازات اللي موجوده دي في الجو، يعني دي تمثل 3 اضعاف الكميه اللي كانت موجوده قبل الثوره الصناعيه. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز انزل بيها. صحيح. عشان انزل بيها ما ينفعش وحيد او سيادتك بس اللي ممكن ينظموا حياتهم كبشر، ولكن انا محتاج 8 مليار وشويه اللي موجودين معايا يتكاتفوا معايا ويبقى كلها منظومه واحده. فجاء برنامج الامم المتحده الانمائي انتبهوا للقصه دي وقالوا لا ده احنا هنعمل حاجه اسمها مؤتمر الاطراف يجتمع كل سنه لتغير المناخ، خاصه بتغير المناخ من سنه 92، يعني احنا بنتكلم 92 لغايه دلوقتي. وبالتالي اصبحت عندي مشكله هنا اهو، ايه هي؟ ان في قرارات مفروض تطلع
تبتدي يتوافق عليها وكل الدول تلتزم بيها. فقالوا من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم تتعمل ان كل دولة من الدول تلتزم بما جاء. كان في الاول بروتوكول كيوتو سنة 97 وبعدين قالوا لا هنوصل سنة 2015 ان في حاجة جديدة هي في التزامات جديدة اسمها اتفاقية باريس. في اتفاقية باريس حطوا الزام على الدول ال 197 دولة، ما بقول 197 دولة باخد الاتحاد الاوروبي كله في كيان واحد اللي موجود معايا هنا اهو، كان هو 196 هو وال 27 دولة بتوع الاتحاد الاوروبي هم كلهم مع بعضهم الدولة اللي بتكمل ال 197. اصبح كل دولة من الدول عليها ان هي تقدم تقرير سنوي بملزم بتقول فيه أنا وصلت في الانبعاثات بتاعتي لغاية فين؟ عن عام 99. يعني دي إحصائية من كل الدول؟ كل الدول العالم بما فيها مصر. نعم بما نعم. فيها مصر، ومصر كانت سباقة إنها لغاية دلوقتي بتقدم. كمان كوفيد ده مش بس كده، ده في وصلنا لإن الناشونال ديترماين كوميتي كوميتمنت اللي إحنا بنتكلم عليه اللي هي التقارير الالتزامات الوطنية بقى فيها طموح. نعم. يعني ايه طموح؟ يعني مصر كانت جت في 27 وقالت انا مثلا عايزة اوصل بالطاقة الجديدة والمتجددة اللي موجودة معايا هنا هو لعام 35 اوصل بها 40%. جت في مؤتمر دبي السنة اللي فاتت وقالت ايه؟ لا ده انا هنزل 5 سنين على عام 30 هكون وصلت لل 40%. اذا في طموح لبعض الدول. ازاي بنحدد الاحصائيه دي؟ يعني ازاي انا باخد القرار ان في عام 30 او عام 35 او فيما اكثر اقدر اتخلص او مش اتخلص؟ انا كدوله موجوده هنا هو احاول اساعد العالم في ان احل مشكلته. العالم كله وصل في مؤتمر دبي الاخيره اللي هو كاب 28 30 30، قالوا كده 30% من انتاج الطاقه الكهربائيه في كل دول العالم يجب ان يكون طاقه جديده ومتجدده. نعم دكتور، انا هضيف على كلام حضرتك وحضرتك من المتخصصين في ملف البيئه ان يعني ان البعض يرى ان يجب يكون في اتحاد من كافه الدول، ممكن نقول كافه الدول اللي كانت موجوده او اللي اصبحت موجوده في المؤتمرات اللي تم عقدها في الفترات المقبله الى الان، مؤتمرات الكوفيد والتغير المناخي، ان لابد من التخلص المنصف والمنظم من الفحم، من الغاز الطبيعي، من النفط، وده اعتقد تخفيف للاضطرابات او التغير المناخي، نقلل من الحده او المشاكل اللي بنعانيها في الوقت الحالي، وكمان ان المواطن يستفيد في كل الدول ليس فقط مصر ولكن في كل دول العالم. احنا عندنا المشكله الاساسيه لتغير المناخ الانبعاثات اللي طالعه في مجال الطاقه. يعني ايه الطاقه؟ يعني النقل مثلا على سبيل المثال، يعني ايه توليد الكهرباء على سبيل المثال؟ هي الكهرباء عشان تتولد محتاجه ان انا احرق فحم، احرق بترول سواء كان غاز طبيعي مثلا او سولار على موجود معايا هنا اهو. عمليات الحرق دي بيتولد عنها الحراره اللازمه اللي بتدور لي التوربينات اللي بتشغل لي الايه او بتولد لي الكهرباء. وبالتالي كان مهم جدا الانسحاب التدريجي زي ما قالوا في كاب 26 ان لازم يحصل انسحاب تدريجي من استخدامات الوقود الاحفوري وعلى راسه الفحم بشكل كبير، وده اللي العالم كله بيحاول يسعى إليه ويلزم الدول المنتجة للبترول وللفحم. يعني السعودية على سبيل المثال. نعم. أنا ما أقدرش أقول عليها من الدول الصناعية ولكن هي دولة من الدول النامية بنحسبها كده. نعم. غنية وكل حاجة ولكن هي من ضمن الدول المنتجة للبترول، فبيحاسبوها قلل الإنتاج بتاعك أو ادفع ضريبة على الإنتاج بتاعك اللي هي ضريبة الكربون اللي بنتكلم عليها. فتيجي الدول اللي هي زي دول الأوبك تعترض وتقول مش دلوقتي. طب ما هو مش دلوقتي وبعدين؟ الدول المنتجة للفحم نفس القصة، عايزة تستخدم الفحم لأن الفحم بالنسبة لها أرخص. الصين على سبيل المثال، الهند على سبيل المثال عاملة لنا مشاكل بالنسبة للفحم. والمشكلة بقى عندنا أنا هو في أن كل مؤتمرات الأطراف بالإجماع يعني لازم ال 197 دولة يوافقوا على الصيغة اللي طالعة لأنها بتبقى صيغة شبه ملزمة، وإن كان لغاية النهاردة
الولايات المتحدة والصين ولا مرة وقعوا على أي التزام من الالتزامات الموجودة خلال الفترة اللي فاتت دي كلها. نعم، هل عدم التوقيع على أي التزامات من أي من الدول الموجودة ده معناه إن هم اتنين، الصين والولايات المتحدة، اللي الانبعاثات بتاعتهم بتعدل ال 34% حاليا دلوقتي، يعني طولة الانبعاثات بتاعت الغازات المسببة للتغير المناخي بسبب الدولتين دول، فالدولتين دول إذا ظبطت الدنيا طولة الانبعاثات هتبتدي تتظبط معاهم. وده نقدر يعني حضرتك توضح لنا أكتر، استخدام كثير من الدول الصناعية الكبرى طاقة الوقود الأحفوري، هل هتستمر في الدول الصناعية رغم أن ممكن يكون أن هي أي دولة من الدول اللي بتستخدم هذا الوقود بتعاني من صراعات عديدة سواء كان في الجانب السياسي أو في الجانب الاقتصادي أو الجانب العسكري، إلا أنها مستمرة في استخدام هذا الوقود؟ هو لغاية دلوقتي بيعتبر الوقود الأحفوري هو الأساس. لأن أنا النهاردة عشان أخرج من الوقود الأحفوري لازم البدائل تبقى موجودة. البدائل هي إيه؟ مصادر طاقة جديدة ومتجددة، يعني الاستوديو ده على سبيل المثال لازم يبقى منور، عشان يضاء هذا الاستوديو لازم له كهرباء، وعشان تيجي الكهرباء واحدة من اتنين، لإما من محطات كهرباء بتعمل بالوقود الأحفوري بحرقه، أو من محطات مولدة للطاقة الجديدة المتجددة، طاقة شمسية، طاقة رياح، أيا كانت مصادر الطاقة اللي موجودة عندي. وبالتالي مهم جدا النهاردة العالم ما وصلش لل 40%، عشان كده احنا بيقولوا ايه 30% لغاية عام 30، يعني أنا قدامي 6 سنين كل دول العالم هتحاول تاخد تمويل وهتحاول تاخد تكنولوجيا عشان توصل بالانبعاثات بتاعتها اللي هي من الطاقة الجديدة المتجددة ل 30%. هل لابد من الابتعاد نهائيا عن الوقود الأحفوري؟ ولا لابد من يكون في شكل تدريجي؟ لازم شكل تدريجي، مش دلوقتي، لأن معناه أنا أوقفه معناها إظلام، ودي مشكلة كبيرة، فدي محتاجة شوية وقت. وبالتالي في كل دولة الالتزامات بتاعتها والسياسات الداخلية والخارجية اللي بتلزم نفسها بيها، مهم جدا انها تبقى واضحة بالسنوات اللي هتوصل لها، وخصوصا ان في سنة من ضمن السنوات لازم يقولوا انا هوصل للانبعاثات الصفرية امتى. نعم. متوقع الانبعاثات الصفرية دي تبقى على عام 50، اذا انا من هنا لغاية عام 50 بتكلم على 26 سنة، في 26 سنة الدول دي كلها لازم تكون سحبت من الوقود الأحفوري. نعم. يعني يمكن هنأخذ من حضرتك اجابة ولكنها اجابة سريعة لان وقتنا قرب على النفاذ، لكن السؤال الاهم في هذا التوقيت تحديدا واحنا يعني من الربيع لفصل الصيف، التغيرات المناخية اللي بنناشد من خلالها كل المواطنين البس ده ما تلبس ده، حافظ على صحتك، الأمراض العديدة اللي بدأت تكون موجودة، كمان مش هنغفل عن المؤتمرات المناخية اللي بتنعقد سنويا في ظل التحديات العالمية اللي بيعاني منها العالم من التغيرات المناخية. لكن السؤال الأهم وده أعتقد إن إحنا كلنا منتظرين إن إحنا يعني نجد إجابة من المتخصصين في هذا المجال وتحديدا مجال البيئة، كيف نواجه التغيرات المناخية ونحافظ على كوكب الأرض؟ يعني لو بدأنا بمصر سريعا، مصر خدت خطوات جيدة جدا في إن هي تقلل الانبعاثات بتاعتها من خلال الاستغناء عن مصادر الوقود الأحفوري بشكل كبير والاتجاه للطاقة الجديدة والمتجددة. وعشان كده كنت بقول لسيادتك ان في الخطة بتاعتها ان توصل 40% من انتاج الطاقة الكهربية اللي موجودة من مصادر جديدة ومتجددة. دي واحدة ابتدت في مسألة النقل على سبيل المثال، يبقى عندي المونوريل، عندي المترو، عندي القطر، القطار، عندي وسائل بتشتغل بالطاقة الشمسية، وفي سيارات ابتدت تخش البلد بتشتغل بالطاقة الشمسية، ابتدت كتير من المصانع تعتمد على الطاقة الشمسية في عملياتها التشغيل اللي موجودة. مصر خدت خطوات كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر على سبيل المثال، وزيادة المساحات الخضراء اللي موجودة، يعني احنا اشتغلنا بشكل كويس جدا ومستمرين ان شاء الله بإذن الله تعالى، والعالم كله في ركاب ان شاء الله ماشي بإذن الله إن شاء الله. دكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة جامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك، أثرتنا بمعلومات قيمة، شكرا لك. شكرا. أهلا بك وأهلا بسلام مشاهدين وصلنا معكم لختام برنامج مساحة للرأي، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.